السلام عليكم، رشيد بايا، مدير تربوي، عضو مجموعة مستخدمي ويكيميديا، وأيضا الكاتب العام لشبكة القراءة بالمغرب المساهمة في التنظيم. بداية الشكر موصول للجنة المنظمة على العمل الجبار الذي قاموا به لإنجاح هذه التظاهرة الإفريقية. أيضا نشكرهم على غنى الورشات والندوات التي استفدنا منها كثيرا، والتي أعطتنا فكرة عن قيمة التحديات التي تسعى ويكيميديا إلى مجابهتها والعمل من أجل عدالة ثقافية عالمية. أيضا نشكرهم على إتاحة الفرصة للتعرف على أناس من دول متعددة عشنا معهم غنى التجربة الإنسانية وجمال اللقاء والتعارف، وأكيد أن هذه اللحظة خلقت لنا تحديات وخلقت لنا فرصة لأن نسعى جميعا من أجل نهضة ثقافية تقودها هذه المؤسسة. إذن مرة أخرى شكرا لكل من ساهم في نجاح هذه التظاهرة، والتي أكيد أنها بالنسبة إلينا لحظة متميزة وفارقة، وشكرا.